السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. خويا كنتواجدوا حنا في ضيعة ديال اسماعيل في ولاد حدو. أنت درتي دابا وشتي واش كاين شي رخا ولا الغلا؟ لا بالنسبة للرخا ما كاين لا رخا لا والو، كيقولوا رخا رخا ولكن ما كاينش رخا. لا كيقولوا هما رخا. رخا 58 درهم للكيلو، غتعبر حولي غير القليلة غتلقى فيه 60 كيلو. 60 كيلو غيوصل 3800 و 3900. ما نقصش من رخا. فين هاد الدعم وهاد اللي كتقول الحكومة والدولة وهاد؟ ما بان رخا. يعني من خلال العام اللي فات وهاد العام راه الشياط الشياط كاين. قال لك حنا دخلنا الغنم ديال الصبليون غيكون رخا غيكون رخا، ما كاين لا رخا لا والو. انت دابا ما بان لك رخا؟ بالنسبه ما كما بان لنا رخا ما بان لنا دعم. جوج تقول ما كاين لا رخا نكذبوا، ما بان لنا لا دعم. كتقول لك الدوله دعمت فينا باش ندعم. راه بحال الغنم ديال البلاد بحال الغنم ديال الصبليون، ما كاينش فرق. بحال بحال بالنسبه كاينش فرق، ما كاينش فرق. فرق ديال 200 درهم ولا 100 درهم ماشي شي اشكال. ولكن الله يسهل رسالة خاص الحكومة والدولة تشوف من المسكين من الطبقة الكادحة. تشوف من حالهم. خاصها تشوف من الطبقة الكادحة. الطبقة الكادحة مضرورة. راه كاين اللي مسكين ما خدامش، أم واقفي. وزيد المعيشة الغلا ديال المعيشة اللي ولات هذا العام هذا راه ما شاء الله. راه كاين اللي عندوش نفوس، كاين اللي ما غايعيطش هذا العام، كاين اللي ما غايعيطش بالنسبة لهذا الغلاء اللي كاين، كاين اللي مسكين ما غايعيطش. أنا ماشي كاين الانسان ما غايعيش اش غيبقى يشوف، غيشوف واحد كيذبح وواحد ما دابحش، ولادو واحد كيبكي وواحد هو شوف تاع ولدك اللي قلتي ليه راني ما غنعيطش، كيفاش غتحس بيه وكيفاش غيدير؟ غيبدا يبكي. وفينا هو الدعم؟ قلت الله اكبر، فينا هو الدعم؟ فينا هو ما فهمتش هاد الحكومه فين غادا بهذا الشيء، وفين فين باغا دير بهذا المسكين؟ المسكين كتورك عليه حتى ما غيبقاش يبان، غيموت حي، غيدفنوه حي.